مع الإرهاب لكم قوائم أخرى قادمة. يعني احنا المرة جاية مازالت فما قوائم جاية. هي تعرف شو صار صبيحة يوم الإحفاء؟ عسكرت المحاكم، حوصرت المحاكم بالأمن، زملاء المعفيين منعوا من الدخول، رئيس المحكمة يعني كنت فما خلينا نقول وحدات أمنية وعسكرية موجودة في المحاكم. بشكل واقع عندنا رئيس مجلس القضاء لحد اللي بيوسف رئيس الملكة المزاري شو نجموا يسبولها، مشات البيروها شو قالوا لها تخرج بيروك، عنا بيروات تبدلت الكوبة متاحة. يخش عنا احنا بيروات متاع قضاة تبدلت الكوبة متاحة، تبدلت الكوبة متاحة منعوا من دخولهم. النهار الأول ممنوع على القاضي المعفي انه يدخل المحاكم. علاش عمل احنا نحكي لك وذل القضاء يوم اذلال. سياسة الاذلال هذه ما هي الغاية منها؟ هذا هو السؤال، شنو هو الغاية من ما اعتبرته انت اذلال اليوم القضاة اللي تم اعفائه؟ يا ترى انت تحب تقف قدام قاضي قادر على الحكم أم قاضي خايف؟ أنا اليوم نحكي معاك أي؟ أنا اليوم ما نعرفش نجم نخرج من هنا نلقى روحي هبط في قائمة. فما الخوف، فما الرعب اليوم، خايف اليوم الساعة كيف جيدي بعد صدور قرار أعفاء 57 قاضي. أنا عندي زملائي يوسف بوزاخر اليوم مني بشي واكل صغاره. نعطيك أكثر من هكا، في القرارات الأعفاء الفائتة كان القاضي يقعد له شهريته 6 شهور ياخد تعويض 6 شهور لأنه الأعفاء مش عقوبة. المرة هذه تعرف شنو هو؟ ما عندوش حق يمشي إلى الجحيم. عندنا زملاء عندهم عندهم أمراض مزمنة، هي اليوم ما عندوش تغطية صحية، قلت لك منع. تعرف حتى اللي عندهم امتياز وظيفي اليوم قضاة سامين، قضاة سامين، قضاة سامين سحب منهم في يوم، في يوم واحد في دولتنا في تونس. وقت يتنحى مسؤول جهر بيخلينا نحكي أي تفضل تفضل. وقت يتنحى مسؤول، وقت يتنحى مسؤول فما حفظ الكرامة، يخليه له الامتيازات الوظيفية صحيح ولا مدة ثلاثة أشهر يخليه له كذا. نحن اليوم من صباحهم تصبحوا يطلبوا فيهم جيب لي مفتاح الكهرباء. اليوم نحكي لك على قضاة سامين سعيمات الجمني وكيل جمهورية تونس اليوم ما عندوش كهرباء، ما عندنا نجمش يتنقل مثلا، وهو نعرف اللي فهم برشا مواطنين. علاش الإذلال؟ شيخ شو عمل؟ شو ذنبه؟